السلام عليكم اخواتي اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما قلت لكم من قبل في واحد من الفيديوهات تاعي، قلت لكم باللي وزيرة العدل الايرلندية فتحت برنامج جديد في 2022 باش تسوي الوضعية الالاف الناس اللي راهم بدون وثائق ولا راهم بدون ما الوضعية تاعهم مش مسوية في ايرلندا، ومنهم اللاجئين. باش تقدر تقدم في هذا البرنامج انه لازم يكون عندك سوابق عدليه صافيه، ما يكونش عندك جرائم، حتى انه المنح الجنح الصغيره مثلا عراك سرقه، ذو الجنح الصغيره ما يحسبوهمش، يسمحوهم هما يحسبوا غير الجنح الكبيره مثلا كالجرائم والى غيره. فيما يخص اللاجئين، باش تقدر تقدم في البرنامج هذا يكون عندك على الاقل عامين في السيستم، عامين في اللجوء. ولا ما كنتش لاجئ، مثلا جيت بفيزا تاع دراسه وتحرقت لك الفيزا، ولا جيت ماك لاجئ ماك مسجل ما والو، ما عندكش كواغط وعندك اثباتات باللي عندك اربع سنوات واكثر في الدوله، تقدر تقدم في البرنامج هذا. ارى الان كما راكم تشوفوا راني في الويب سايت تاع البرنامج هذا، والويب سايت نخلي لكم رابط ان شاء الله في الفيديو باش اللي حاب يدخل يشوف. قبل كي تدخل للويب سايت لازم تسجل معاهم بالايميل والرقم السري، بعد كي تسجل مع الايميل والرقم السري. على كل حال، هو البرنامج هذا مازال ما يفتحش، يعني عم خدموا الويب سايت بصح مازال ما يفتحش حتى 31 شهر جانفي، 31 تاع الشهر هذا ان شاء الله. لما تدخل الويب سايت وتسجل، هذه هي الصفحه اللي تخرج لك الى انت لاجئ في دوله ايرلندا، خاصه اللاجئين. هي الخانه الاخيره فيها فور انترناشونال بروتكشن ابليكانت، هذه اللي تخصنا حنايا. لما تضغط عليها الان ما يخرج لك والو، لانه السيت مازال ما يفتحش. على كل حال، يفتح في 31 جونفي ان شاء الله. اللي لاجئ ورا عنده اكثر من عامين وهو في السيستم في اللجوء، يقدر ان شاء الله يدخل هذا الويب سايت يسجل معهم. والابليكيشن تكون ما فيها شروط بزاف، خاصه اللاجئين تحتاج تي ار سي، هذيك بطاقه اللاجئين اللي مدوها لك يدير اللجوء، وما تحتاجش بزاف وثائق. وتحتاج بعدين يعطيو لك فورم تعملها وتديها للشرطه المحليه، الشرطه اللي راك في المدينه اللي راك فيها، يديروا عليك بحث باش يشوفوا اسكو عندك سوابق عدليه في ايرلندا ولا ما عندك سوابق عدليه. هو خاصه الشرط اللي شرطته الوزير، هو الشرط الاساسي هو يكون السيره تاعك ذاتيه صافية، ما عندكش مشاكل، ما عندكش إجرام، ما عندكش صوالح كيما هكذا. المهم، على كل حال نزيد نحكي لكم شوية كبسكو، لأنه يجوني بزاف الأسئلة، كيفاش نجي لإيرلندا، كيفاش اللجوء في إيرلندا. كاين أسئلة ما نقدرش نجاوب عليهم، ما عنديش عليهم توضيحات، لأنه كيفاش تجي لإيرلندا ما نقدرش نقول لك كيفاش تجي لإيرلندا، كل واحد وكيفاش جا لإيرلندا. هي انا النصيحه اللي نقولها لخوتي، احسن طريقه تجيب بها لايرلندا هي تاشيره، يعني باش ما تمرمدش تجيب تاشيره ايرلندا. على بالي بلي تاشيره ايرلندا صعيبه بزاف في الجزائر، الملف تاعها كبير ولازم تبعث لدبي، وكي يقبلوك الفيزا تمشي تروح تعلق الفيزا في تونس. اذا مثلا الا عندك فيزا تاع دوله واحده اخرى، مثلا تاع فرنسا، تاع كاين بزاف طرق اللي تلحق بهم لايرلندا. انا نحكي لك، راح نحكي لك القصه تاعي، كيفاش انا كيفاش هاجرت، كيفاش لحقت لايرلندا باختصار. يعني قصة طويلة، ولكن راح ندير المجهود تاعي باش نختصر والناس الكل تستفاد، وين نفس الوقت الفيديو ما يكونش طويل باش ما تكرهوش من الفيغورا هذي. انا كنت في الجزائر، التحقت بصفة الحماية المدنية في 2009، بديت نخدم في لي بومبي. كان هذاك الوقت تخدم في الدولة، كانوا يمدوا الفيزا لفرنسا، كانت الفيزا لفرنسا محلولة، بديت ندير الفيزا الاولى. درت الفيزا الاولى ما قبلونيش، الفيزا الثانية عطاوني الفيزا. كي جيت نخرج متزاير بالفيزا الاولى اللي عطاوها لي، انا كي دخلت لي بومبي تدخلونا بالسورسي. هذاك الوقت ما كانش على بالي، في المطار حكموني ما خلونيش نخرج، لانه كنت ريشيرشي سيرفيس ناسيونال، ما درتش العسكر باسكو انا دخلت لي بومبي بالسورسي. المهم، بدات الجريه على لاكارت جون، واحد 6 شهور ولا 7 شهور. كي جبت لاكارت جون تزيد تجري باش ينحيو لك اسمك من الفيشي ناسيونال. مهم، جريات اللي فات بهم، واللي راه جرى على الكارجون على باله على واش راني نهضر. على كل حال، المهم خرجت ان شاء الله، درت فيزا، فريت كلش، خرجت من الجزائر، خرجت لفرنسا. وليت نطلع ونخرج، لانه خاصة كي تدي الفيزا وتخرج تبدا تشوف باللي الحرقة ماهيش ساهلة، باللي لازم تثبت روحك، لازم تفكر، خاصة إذا كان عندك فرصة تاع تأشيرات. اللي ما عندوش تأشيرات مسكين، وهذاك خلاص تبالو يقول لك انا تيجي بسيط باش خرجت كي لحقت لهنا ما نوليش. على كل حال، في فرنسا قعدت ممكن عام ونص في فرنسا. خدمت في مصنع السيارات بيرجو سيتروان، خدمت في اللوزين تاع السيارات. من بعد ما كتبش ربي من فرنسا، خرجت
من فرنسا الى هولندا. الطريقه اللي خرجت بها فرنسا الى هولندا شويه طريقه غريبه، وتعتمد بزاف على المكتوب ودعاوي الوالدين. انا في الوقت اللي ديسيديت باش نخرج من فرنسا كانت التاشيره تاعي تشنغن فيها عامين، كانت مازال ما ماتتش، عطاو لي الاخرى عطاو لي فيها عامين مازال ما ماتتش. بديت نحوس على الدول اللي نقدر اللي يكون فيها اللجوء مليح والحياه سهله ومليحه، وميم طون تقدر تدخلني بالفيزا تاع تشنغن هذه. بقيت نخمم شفت ايسلندا هي كانت هي الاولى في القائمه تاعي، لانه ايسلند كان مازال فيها، يعني ايسلند مازال فيها اللجوء مليح، مازال فيها الحياه شويه. ومن بعد بديت نحوس اونلاين، ندخل نسقسي على الدول نشوف كذا كيفاش دير كيفاش نروح. بعدين واحد نصيحه، واحد نصحني عايش هنا في ايرلندا، نصحني قال لي علاش ما تجيش ايرلندا، ايرلندا قال لي هنا راه اللجوء مليح والحياه سهله شويه. بعدها كيفاش راح ندخل ايرلندا انا بالفيزا تشنغن؟ ما لازم ما تدخلنيش ايرلندا، لازم دير فيزا تاع ايرلندا باش تدخل ايرلندا. واش قررت؟ هبط لباريس، هبط لباري بارباز، خدمت بطاقه فرنسيه مزوره ب 100 اورو فوتوكوبي اون كولور، يعني تمدها لطفل صغير يا زاي يعرفها باللي مدرها. المهم وتكلت على ربي، حكمت بلا بلا كار من باري لبرشلونه، ضبط ليله في برشلونه، من برشلونه عاود حكمت حافله بيس من برشلونه اليكانتي ضبط ليله في الاوتيل. والغدوه من هذيك كانت عندي طياره من اليكانتي الى دبلن. المهم هذاك النهار خاوتي بزاف ستريسي، ما نحكيلكمش، الخلعه اللي تحكمك يعلم بها غير ربي، لا دياري تحكمك من الخلعه، ستريس يعلم بها غير ربي. على كل حال انا وليت فكرت قلت سبحان الله يا ربي خليك اموراتي، لا راك داير لي مكتوب في البلاد هذه ورا كاتبت لي باش نلحق، راني نلحق ولا مش كاتبتني ما نلحقش وصاي. ولكن هي الخلعه اللي تحكمك هو تمرمي تتحكم في الاسباني، ما نمدوك يديوك للسونتر تاع 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 ديبورتيشن تاع الحجز هذاك، ومن بعد يشوفوا بلي عندك فيزا لفرنسا وعاودوا يرجعوك لفرنسا ومشاكل كيما هكذا. المهم الطريقه اللي عقبت بها والله يا خوتي ما هي قفازه، ما هي قرايه، ما والو، طريقه يا قلت لكم مكتوبه ربي ودعاوي الوالدين. كنا انا داير لاشان في هذاك الوقت، كان كاين البافيس الدواني، راجل واقف قدام كونطوار اباراي قدامه، واش كي تلحق عنده تعطيه الباسبور ولا الاي دي اللي عندك وتعطيه البي تاعك، يسكانيك البي الالكتروني، يضربوه في الماشينه يسكاني ويفيريفي لك الكارطه. انا من بعيد نشوف حتى في الاجانب يفيريفي لهم في الباسبورات الحمر، يضربهم عنده لابالا يضرب لك الباسبور تحت الضوء ويشوف واش مليح ولا مش مليح. انا بديت نخاف، انا هذا غير نعطي له الكارطه في يدو يشدها يحكي على بالو بلي مدرحه. المهم قبلي في لاشين كانت عائله ايرلنديه، هو مراجل مرته ولادو كان عندهم مشكل في البي الكترونيك، البافيس كي ضرب لهم البي تاعهم في سكانر ما خرجلوش البي، كان عندهم مشكل، بداو يتزايدوا معاه في الهضره، يديو يجيبوا في الهضره العياط بدا. المهم تقلق البافيس هذاك ودار لي هكذا، قال لي يلا افونسي، بدا باش الغاشي راه يستنى في الدور، بدا يافونسي. لحقت انا الخلعه حاكمتني، حاكم هذيك الكارطه الفرنسيه بيدي وحاكم البي في اليد الاخرى. كي لحقت لعنده والله يا خاوتي ما شاف في وجهي، ما شافش الفيغوره تاعي، خلاص شد نحالي البي من يدي ضربه في سكانر وقال لي يلا جوز. هكذا جست انا عملنا في الماط. من بعد كي تجي تركب في الطياره، في الطياره ما يفيريفيولكش الاي دي، ما يفيريفيولكش الباسبور، يفيريفيولك غير يكون عندك البي. المهم ركبت 3 سوايع، الانسان شويه استراح، نحت له الخلعه، يبسد كرشو شويه، لحقت لدبلن. كان عندي كنت عارف باللي احتمال 90% يحكموني في دبلن، لانه دبلن ما عندكش، دبلن عندهم بيروات كيما لاباف تاعنا في الجزائر، تعقوب تعطي الباسبور سورتو كي تعيشي داخل اوروبي، لانه انا دخلت على اساس اوروبي ببطاقه مزوره فرنسيه. المهم كي لحقت لدبلن لحقت للمكتب المشفى لها مراه بوليسيه ايريشيه شعرها اصفر عينيها زرق، اول خطره في حياتي نشوف ايرلنديه. المهم عطيت لها الكارطه والبي، رفضت الكارطه كذا خسرت فيها وضحكت ضحكتهم. بعد قالت لي ار يو فرنش؟ قالت لي انت فرنسي؟ قلت لها يس اي ام. قالت لي دو يو سبيك فرنش؟ قلت لها وي بيان سور جو بارل فرونسي. قالت لي ويت ا مينيت، استنى دقيقه. كتبت لي في الكمبيوتر تاعها، كتبت لي باللغه الانجليزيه وترجمتها للغه الفرنسيه. على كل حال هي المقصود من العباره اللي كتبتها لي، قالت لي في سيرتي وحياتي المهنيه، في حياتي ما شفتش بطاقه مزوره بهذه الرداءه، يعني
وبعدها بدات تضحك معايا. هنا بديت نعرف العقل، بديت نتعرف شويه على العقليه تاع الايرلندي، لانه انا كان في بالي باللي الايرلنديين كيف كيما الفرنسيين، لابوليس تاع فرنسا لحكموك ما شفتش عنصريين كيما لابوليس تاع فرنسا، السبال العياط الكفريات tu vas retourner de ton pays de merde. المهم يسبولك الراسه تاعك، ما يحبوناش، يكرهونا كرها شديدا. انا فرنسا لو كان يزيدوا لي الملاير ما نوليش نعيش فيها، ما نكذبش عليكم. حبستني، داوني شومبره واحده اخرى، حوسوا لي الكابا، نحاول لي السيور تاع الصباط، نحاول لي المفاتح، يلقوني نحاول لك هذو الحوايج اللي تقدر تأذي بهم روحك ولا تأذي بهم شخص واحد اخر. وقالت لي استنى هنايا، جابوا لي الماء. وفي هذاك الوقت بدات تضحك، تقصر معايا فاهم، تضحك متبسمه بشوشه، نسملع جو لايك ووتر، جابت لي الماء كذا شويه هكذا. بعد قالت لي دوكا تستنى هنايا يجيوك لابوليس. كي قالت لي يجيوك لابوليس انا بديت خفت شويه، كنت داير في بالي لابوليس تاعهم كيما لابوليس تاع فرنسا. على كل حال جاو هذو زوج ايريشيين بوليس، والله العظيم كلاسيك جيلي جون، ما عندهم لا سلاح لا ليمينوط، لا واحد يدي في الجيب ولا اخر يصفر ويغني. دوني من الغرفه هذه الصغيره قدام في المطار، دوني لواحد الغرفه كبيره واحدة اخرى. الغرفه هذه يا خوتي تخوف، ديجا غير دخلت للشومبر هذه الحيوط مكتوبين بالعربيه بالجزائريه بالجزائر الرسومات. كي تدخل الشومبر هذه البيبان كاين باب واحد يتسكر من برا، ما تقدرش تحلو من الداخل. وكراسه وتواليت كلش انكاستري، كلش داخل في بعضها، ما كانش فيس تقدر تحلو تستعملو على اساس شغل سبيسيال، ما تقدرش تنتحر ولا باش تقتل روحك ولا تأذي روحك. المهم حطوني في ديك الشومبره واحد الساعه الاولى، بقيت غير عندهم ربع كاميرات في كل كوانه كاينه كاميرا، بقيت غير وحدي ونتمشى. الوقت النهار هذاك اللي لحقت فيه انايا الايرلندا، لحقت انا في الليل. في هذاك النهار بالذات في الصباح زوج جزائريين جاو من الالمان، عاودوا قلبوهم من الالمان. في هذاك اليوم بالذات خلوني في الشومبره هذيك واحد 3 سوايع ولا ربعه، وكل ساعه 20 دقيقه نص ساعه يجيني بوليسي يقول لي اي وي هاف تو تيك يو باك، يو هاف تو جو باك تو يور كونتري، اور يو هاف تو جو باك تو سبين، لازم نقلبوك، انا راح لازم نقلبوك لاسبانيا منين جيت تولي. انا قلت له ما مانيش حاب نولي، قلت له انا جيت لهنا باش ندير لوجو، انا جيت ندير لوجو، I want to apply for asylum seeker. هو هذا واش قلت، هذا واش كنت حافظ العباره اللي كنت حافظها. هو يقول لي نقلبوك وانا نقول له I want to apply for asylum seeker. I don't want to go back. You can't take me back. You can't make me. ما تقدرش تديني بالقوه، لانه عندك حقوق تدخل ايرلندا. ان فوا تقول الكلمه باللي انا حبيت ندير اللجوء بلا بالصفه عليهم يحكموك، لانه تقدر تكون صح لاجئ، تقدر تكون صح عندك مشكل، تقدر تكون صح جيت من دوله فيها الحرب وراك مهدد بالقتل. بعدين سقساوني قالوا لي واش تهضر انت، تهضر العربيه والف؟ قلت لهم نهضر العربيه والفرنسي. جابوا لي واحد المراه في التليفون تهضر ترجم، تهضر بالفرنسي وترجم لهم. فهمتهم، قلت لهم هاني جيت باش ندير لوجو، انا من الجزائر، هاني كيفاش جيت. المهم داوني بعد لابوليس، ركبوني في فورغونا. في هذاك الوقت في وسط المطار تما خرجوني لبرا نتمشى معاهم، ما كان لا مينوط، ما كان لا سبان، ما كان لا عنصريه، ناس ملاح يهضروا في بعضهم، انا نمشي من وراهم، تقدر تحب تهرب وهرب، ما يجريو عقابك ما يحكموك. المهم بداوني هزوني في فورغونا، انا كنت خايف شويه باسكو الفرغونه جايه في وسط المطار، تسمى نشوف، مازلت نشوف الطيارات، كنت خايف بلاكي يديوني الطياره يعاودوا يركبوني يقلبوني لاسبان. حتى بديت نشوف في روحي خارج من المطار، حتى خرج من المطار. كي خداوني من المطار داوني المعبر اللاجئين، هو مركز مؤقت يديوك فيه تقعد فيه مؤقتا برك، واسمه بالسيسكن، جاي في دبلن، جاي في دبلن 12، جاي مش بعيد على المطار، يعني كي تكون في المقر تقدر تمزل تشوف الطيارات تسمعهم كي يطلعوا يا هبطوا. المهم يداوني المركز هذا، الليله الاولى كي لحقت عطاوني، جابوا لي الماكله، عطاوني شومبرا وحدي، كانوا جزائريين قاعدين في الصالون، جاو جزائريين هضروا معايا مرحبا بك تاع ما تقلق ما والو، وراو لي شويه واش يقولها واش راح يصرا واش راح يصرا. المهم الغدوه من ذاك هزوني درت المقابله الاولى في الانترناشونال بروتكشن اوفيس، في مكتب اللجوء انترناشونال بروتكشن اوفيس. في المقابله الاولى تدخل تريح، ممنوع تدخل معك تليفون، ممنوع تدخل معك كاميرا، ممنوع. المهم تدخل تريح، تستنى الداله تاعك في القيشي وتروح شغل القيشي، شغل احنا البلديه تاعنا، راح تخرج عقد زياد ولا راه عندك شغل في القيشي، تقعد في القيشي تبدا تهز لك المعلومات الاساسيه، الاسم، اللقب، اسم امك، باباك، كيفاش جيت. المهم اي حاجه
حاب تقولها هذاك هو الوقت اللي تقولها. اي ورقه اي اثبات عندك، عندك مدلهم فوتوكوبي تاع الباسبور، خاصه باش تثبت باللي الهويه تاعك، لازم تثبت الهويه تاعك. انا نقول خاوتي هذو اللي راهم خايفين، يقول لك انا ما نقولش جزائري بالك نقول انا سوري باش ما يقلبونيش هذو، وكل راهي ما تخدمكش خلاص، ماشي في صالحك، لانه حتى وتقول انت سوري لازم تعطيهم، لازم تثبت لهم باللي سوري، سينو لافير تاعك ما تروح حتى بلاصه. كي تقول انا جزائري باش ما تعطي لهمش اثبات هذاك النهار، ما عندكش كواغد بصح غد يبعثوك من البلاد عقد جايه تاعك فوتوكوبي تاع الباسبور، الا ما مديت لهمش الاصلي، ومن الاحسن ما تمدش الاصلي، خبيه دير فوتوكوبي تاع الباسبور، اعطي لهم هذو الوثائق. من بعدها تخلص معاك هذه المراه ولا الراجل في الكيشي، يهزوك لو شومبرا واحده اخرى، يصوروك ويبصموك ويخدموا لك الكارطه هذيك سير بلاس، يصوروك يبصموك يخدموا لك الكارطه ويعطيو لك ديك، يعطيو لك كيستيونير كيما نقولوا حنايا، كتاب كبير فيه بزاف الاسئله والاجوبه. هذاك الكتاب اللي تحكي فيه قصتك كلها. انا نقول خاوتي اللي يجي اللي باغي يدير لوجو هنا يحكي الصح، دائما يحكي الصح، ما تجيب حتى قصه من راسك، لانه اي قصه تجيبها تقدر تعقد، تجيب لهم قصه كبيره ولا هذيك يولي يقولوا لك الاثباتات. المهم احكي الصراحه، اللي خرج من البلاد اللي حاب يجي لرندا باش يسوي باش يحسن ظروفه ويعيش مليح، قال انا ظروفي ما سمحت ليش نعيش مليح في بلادي، جيت لهنا باش نحسن ظروفي، جيت باش نخدم، جيت باش نقرا، جيت باش نديفلوبي روحي، ما فيهاش عيب على بالهم هما. على كل حال الجزائريين، احنا الجزائر ماهمش مصنفين في القائمة الحمراء، وما عندهم قائمة حمراء، عندهم الدول اللي فيها الحرب هذو مثلا سوريا، وهذو الدول اللي فيهم الحرب هذو يدخلوا 3 شهور يعطيو لهم الكواغ ديريكت. الجزائر ماهمش مصنفين في، ولكن هما ما على بالهم، على بالهم في الظروف، على بالهم في الجزائر، على بالهم في افريقيا كيفاش راهي الظروف الاقتصادية الاجتماعية البطالة كلش هذو الحوايج. عاودت رجعت للبلسيسكن هذي، في البلسيسكن هذي قعدت شهرين، ممكن شهرين ونص. في الشهرين ونص هذي خدمت بي بي اس نمبر رقم الضمان الاجتماعي، وداوني درت فيزيت ميديكال، خدموا لي ميديكال كارت ثاني، ومن بعد حولوني من مركز بلسيسكن الى جولواي. هذا اللي وريت لكم خطرة الهوستل تاع جولواي. هنا جولواي يا صراحة خوتي، مراكز اللاجئين، هوستل هنا المراكز اللاجئين ما تقدرش تقعد فيها بزاف، الحياه فيها حياه كوليكتيف، لافي كوليكتيف. انا ما قدرتش، انا واحد من الناس كاين اللي يحمل، انا ما نقدرش بزاف، ثلاثه زوج في الشومبره، الغاشي، الحس، العياط، على كل حال يعطيوك شومبره تاكل وتشرب باطل. في 2017 انا كي دخلت ما كانش عندنا الحق في العمل، ما كانش عندنا الحق في رخصه السياقه، ما كانش عندك الحق باش تحل بنكا، ما يحلوكش بنكا، لازم يكون عندك باسبور حي وفيه فيزا باش يفتحوا لك البنكا. في 2018 من 2018 بدات تغير القوانين، ولا عندك، ولا عندنا الحق في العمل، الحق باش تفتح بنكا، عندك الحق في رخصه السياقه، عندك كل الحقوق. المهم قعدت شهرين ونص في هذا الهوستل تاع جولواي. في هذا الوقت بديت نخمم، قلت انا هذه الحياه ما نقدرش نقعد في الهوستل هذا دائما، انا ما جيتش باش نتمرمد هكذا، الانسان جا باش يطور نفسه وعادي كي سمحوا لنا باش نبدا الخدمه. درت السي في تاعي وبديت الخدمه. الناس كل تبدا الخدمه هكذا خاوتي، الخدمه ما فيهاش تكبر، وكل خصنا نموعن، وكل خصنا الطباسه باش هذيك ديماري، باش تعرف المانيج، باش تتعلم اللغه، باش تشوف العقليه بشوي بشوي. بديت نخدم بشوي بشوي بشوي، من بعد حتى وليت استقريت، وليت قدرت نخرج نكري وحدي. هنا كي تخرج تكري وحدك ماشي معناتها راك خرجت من السيستم تاع اللاجئ، راك في السيستم، المهم تمشي معاهم قانون. كي تخرج من الهوستر من مركز اللاجئين وتروح تكري وحدك، كاين واحد الفورما يعطيوها لك في الهوستر، تعمرها تحط لهم لادريس تاعك جديده، ويبعثوها للانترناشونال بروتكشن اوفيس، ويقولوا لك بلي خلاص راهي لحقتنا البرايه تاعك، رانا بدلنا لك لادريس تاعك، وروح تكل على ربي، اخدم وروح بدا تخدم، خلص الكرة تاعك وراك عايش الي سترونغ. وتبعهم، كاين بزاف جزائريين اللي جاو دخلوا مثلا من الانجليز، داروا اللجوء هنايا ويعاود يرجع للانجليز. قبل لا يرجع للانجليز مثلا يخلي لادريس تاعو، يعطي لهم في اللجوء، يعطي لهم لادريس تاع كاش واحد، ويعاود يروح لاجي كاش ورقه، والله ذاك صاحبو يخبرو قال جاتك ورقه، جا كذا جا كذا، تقدر عادي. بصح انا ما رحت لا قوش لا درو، انا تبعتهم، عشت هنايا، خدمت هنايا، وهذو البطاقه اللاجئين كانوا يعطيونا بالست شهور، كل ست شهور لازم تعاود
تروح تخدم وحده. بالوقت اللي في 2017 2018 كان لازم تشقى حتى لدبلن حتى المكتب اللاجئين يعاودوا يصوروك ويخدموك وحده جديده، دوكا يخدموا فيها اونلاين. دوك بزاف القوانين تبدلت بزاف، اللجوء هنا ولا ساهل بزاف، راه كلش اونلاين كلش ايميل. هذه هي خاوتي، هذا هو اللجوء في ايرلندا، ساهل خلاص. الدوله هذه فيها الخير، ما فيهاش العنصريه بزاف. كي تكون هنا يا اخي، شوف لا جيت هنا باش تحط راسك وتخدم ولا تقرا، والله العلي العظيم غير تعيش آلاس. ما كان بوليس يحبسك كونترول برا، ما كانش تكسر الراس. كي يكون انسان جا باش يخدم ويهني روحه ويسترزق ويطور روحه، والله يا خوتي غير تعيشوا مليح. انا كي خرجت من الهوستيل وبقعت وحدي بدات الحياه عادي، بديت نخدم واني نستنى. انا في الاول كي دخلت لايرلندا ما كانش على بالي، ما فهمونيش مليح. انا في الاول اول لجوء طلبته هو لجوء سياسي، وهنا اللجوء السياسي ما ماشي سهل باش تدي لجوء سياسي، لانه اللجوء السياسي هنا لازم صح يكون عندك مشكل سياسي، احزاب، مشاكل سياسيه. انا الحمد لله ما عندنا حتى مشاكل سياسيه، احنا غير جينا نحسنوا الوضعيه تاعنا. انا كي درت الاول طلبت لجوء سياسي، استنيت واحد العام عام ونص، رجعوا لي قالوا لي ما قبلناكش. درت الطعن وحتى اللجوء الانساني. تسمى عامين الاولين استنيت باش رجعوا لي على اللجوء السياسي. بلا في اللجوء السياسي يطلبوا لك بزاف، واش كنت تخدم واش دي، لازم لهم الاثباتات، يحبوا بزاف الاثباتات. اي قصه جبتها لهم وانت ودرت لجوء سياسي لازم لك الاثباتات. المهم اللجوء، من بعد درت الطعن، لاحوني في خانه اللجوء السياسي. كي درت الطعن اللجوء الانساني، عفوا اللجوء الانساني. لو صاير نزيد نقول لخاوتي ثاني لي ميتي اللي قدرت تتعلم ميتي. انا ندمت ما تعلمتش الحفافه مثلا في دساير. اي ميتي تقدر تتعلمه، الحفافه، النجاره، البناء، اي ميتي راه محقور في دساير هنا تاكل به الخير والبركه. الماسو، الالكتريسيان، اي ميتي تفكر فيه، اي حرفه تقدر تعلمها بيدك، يا لو كان طيب المحاجب. هذو كل حرف ملاح هنا تجي تعرف طيب المحاجب، تحل كاميونه صغيره، تروح تجيب اوتوريزاسيون من عند البلديه، يعاونوك هنا الدوله. هنا كي تجي دير بزنس يعاونوك، تخدم المحاجب تخدم مليح، تصور هذيك 80 90 100 اورو في النهار وراك مسترزق الحمد لله. هذه